طيب احنا شفنا في التقرير بقى سياده النائب وهو بيتكلم وبيقول انه قد ايه عشان منشغل بالسياسه، فموضوع الحب ده انت ما كنتش مركز فيه اصلا. يعني واحد زيك مش متعود على تراك ان هو يبقى حبيب بقى ويخرج من علاقه ويدخل في علاقه والحاجات دي، الموضوع جه معاك ازاي؟ يعني ان انت اتاكدت ان فعلا انا بحبها لدرجه ان انت يلا نتجوز. انا فاكر في الوقت ده ان يعني انا ابتديت احس بمشاعر مش، وانا انا مش المفروض مركز في الحاجات دي خالص، احنا عندنا يعني حاجات كتيره مهمه والبلد والدنيا وبتاع. فحتى يوم ما قلت لها انا بحبك رحت بعت لها رساله قلت لها هو انا تقريبا بحبك ولا ايه مش عارف، يعني حتى دي رسالتي ليها ان انا بحبها، يعني اللي هو انا مش فاهم ايه الموضوع يعني بالزبط. كانت رساله مش فيس تو فيس، مش كانت رساله. كانت رساله وهي راحت رد عليا قالت لي اخيرا يا اخي انت تعبتني جدا. يعني كان يعني حتى فكره ان انا احب في الوقت ده، وكان كانت فتره صعبه البلد فيها كلها، كانت الاحداث فيها متتابعه وسريعه وبتاع، فكانت مساله صعبه. بس هي كانت يعني قريبه مني في كل الاحداث ومهتمه زي بالعمل السياسي ودايما بتديني النصيحه ودايما بتساعدني، ويعني لغايه النهارده مقالات الرأي بتاعتي لما بكتبها بعد ما بكتبها هي اللي بتاخدها بترجعها إملائيا وبتختار لي العنوان. اهتمام بقى ما هي عايزه توصل لك، هي يعني بتلاقيك على فكره من بعيد لبعيد. وليه حد الفتره دي هما بداتوا خلاص مشاعركم تبان لبعض وتبداي حتى انت تعرفي بقى اللي حواليكي او الاهل او كده او صحابك حتى المقربين، حد قال لك بلاش يا ولاء عشان ده بتاع سياسه بقى وبتاع مشاكل والحاجات دي وهيبقى طف، واحنا دايما عارفين رجال السياسه بيبقوا مشاعرهم مش على طول واضحه مش صريحه، بيبقوا حتى لو عندهم العواطف دي عندهم موجوده بس على طول مقفلين عليها، ما حسيتيش ان الحياه تبقى صعبه؟ لا هو احنا في الوقت ده كنا كلنا تقريبا في نفس التيار، يعني حتى اهلي في البيت كانوا معايا في نفس الاتجاه، اصحابنا نفسهم كانوا برضو من نفس المجال، فكله مش فكله كان هي يعني يلا يا جماعه وكده. وبعدين انا والدتي بتحبه جدا من زمان، يعني من قبل حتى ما يكون في بيني وبينه اي حاجه كانت بتحبه جدا لما كانت بتشوفه على الشاشه، فكان الموضوع سهل.